طبعا المسرح الوطني من المسارح العقيرة اللي معروفات، هذه شارف في عدة مهرجانات، فهمت؟ لا لأن هذه المرحلة الأولى اللي جمعني قبلنا طبعا، فجاءت المرحلة الثانية اللي بدينا فيها نحن، عرفت؟ في الجيل الثالث يقولوا عليه، عرفت؟ فحبينا أن نطور المسرح في ليبيا، عرفت؟ هو نشتغل الشغل الإيمائي على المسرح الإيمائي، مش مسرحية كلمة. وشاركنا في عدة مشاركات من الجزائر، من تونس، من المغرب، وتحصلنا على عدة جوائز. هو بصراحة المسارح كانت في ليبيا أغلبيتها ما كانش مسارح، كانت سينما، دور عرض للسينما الأفلام. لما جاء النظام السابق، نظام المقبور، فحولنا إلى المسرح وخذتهم دولة، يعني خذتهم بقوة. يعني لما صار في تعويض، الأغلب المسارح ما عوضوش هرم، يعني ما عطوهمش أي حاجة، عبارة عن يصبروا فيهم خلاص. فالناس اضطرت إن هي تاخذ أملاكها يعني. فقعدنا في الشارع، يعني عندنا كم مشاركة من برا، من تونس، من الجزائر، يجدونا في دعوات ونيات، لكن ما عندناش وين بنبور فتو. فاضطرينا أخيرا تمينا نجول المدارس، تحب في الواقع اللي توا قاعدين فيه، إن المدارس اللي بنبور فيهن حاليا، والدولة انتعتنا ما درتنا شيء. دائما في يعني في جميع الدول، أول ما يثور يعني يثير يعني المسرح، ودائما يتفائل المسرح، ودائما اللي يتخايل المستقبل المسرح. فنحن ان شاء الله نشوف في رؤيه كويسه المسرح الليبي مع الصعوبات اللي 100 تحت صفر، لا امكانيات، لا احتياجات، لا يعني قدرات فنيه ان توصلنا، لا اماكن بروفات، حاجه تواجه نقصاتنا، لكن ما زلنا مستمرين في المسرح وما زلنا نعقد في المسرح.